وابو حاتم وابو علي وابو متعب. انا 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 مع انا اعرف المساج واعرف وش وش يلا عطنا وش عطنا. انا يعني المساج اللي هو التدليك او يسمى التمييز عند كبار السن. سلام. فهذه يعني ما هي ترى جديده علينا، لكن سلام تراها حتى في 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 المستشفيات موجود عياده اسمها صحيح العلاج الطبيعي. صحيح. وشلون العلاج الطبيعي؟ يعني ما هو اللي هو التدليك وتحريك العضلات، وهذه العضلات مثل ما ان الانسان يمشي احيانا تزل رجله ثم شلون ترجعها؟ ما فيها الا بالتدليك، ما ترجعها ولا يعرف. ثم تعال هالمدلك اللي انت تجي لمه، ترى مو مدلك وبس ومشينا، عارف والعصب هذا وين هو ينتهي، وعارف وين يمكن وهو يلمسها في عميان حتى، لانه يفرد هالعضلات واحده واحده، يعرف ان هنا فيها خلل. هذه ثم يقول لك عندك مشكله، تقول والله ما ادري، قال لا كم ما مبطية ذي كم لها، لها 10 سنين 15 سنة، ويعطيك اياه هذا المدلك اللي يمسك يعني يفصل عضلاتك واحده واحده. يا سلام. هذول هم اللي عندهم الخبره وعندهم الى درجه لانهم يعرفون وش عندك، يعرفون احيانا من لمساتهم في رجلينك يعرفون وش عندك من الام في القولون او في المعده او في الظهر او في حتى في خرزات ظهرك، الى مسك قال له عندك وحده مايله، عندك وحده تراك انت لك يمكن حول 13 يوم 13 شهر سنه سنتين 5 سنوات. هذه من 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 خبرتهم ترى المدلك او اللي احسن المهنه هو واخذها، ترى ما هي دراسه وبس، دراسه هو تعامل تدريب، ما اخذها ترى في يوم وليله ولا ليلتين. ثم تعال على الاجسام وعلى العضله وعلى الجلد وعلى مجرد لانه يمكن يمسح بيده ولا قهوه يقول لك الشيء هذا. الثاني لانهم يمكن يعالجك عن الزكام. صحيح. يعالجك عن الجيوب الانفيه. الله يطول بعمرك. ما يتصور انه يمكن يعالج بالتدليك عن الجيوب الانفيه. ينشط الدوره الدمويه. اي نعم. الله يحفظك. حتى في التحديد. عندك معلومات اكثر مني ما شاء الله عليك. تبارك الله. يعني انا اعرف من هم واحد ما ياكل الانسيه وواحد بالخضره العقل. واحد ما يمكن ياكل كبسولات وحبوب يلجا الى التدليك. او بالبخار. تنشط الدوره الدمويه. من الاشياء اللي بعض الناس ما يظن، لأن فعلا حتى الطبيب يقول لك يحتاج شلون عالجت، والله عالجت بدون ما شاء الله. شلون هذا اليوم يا ابو محمد اسف قاطعتك من اختنا ام نادر ما شاء الله الله يجزاه، وليست اول مره تعشينا او تغدينا او تفطرنا. الله يجزاه خير ام نادر العنزي، شكرا لك يا اختي. ادوك اللي جاء جابت الخير والبركه من المساج. ها مساج المعده. من يظن ان المساج ضروري، تراه مثل ما هو الاكل، مثل ما هو الشرب، يمكن بعض الناس جزاك الله خير عنده الم في بطنه ويعالج بالتدليك. والدليل على هذا ان الزيوت احيانا لمنها حطت على المعده وحطت على الظهر الى انها تلينه اقل شيء مؤقت، ما بالك عاد لو قلنا واحد مكسور وحطوط على يده جبيره او حطوط على رجل جبيره، لو بعد ما نفكها ما راح يمشي على طول، لازم تمرين ولازم تدليك ولازم حتى الى ان الاصابع اذا منها الدوره الدمويه توقفت فيها اللي مرضى السكر او اللي كبار السن، لازم يهمل ولازم تحرك علشان الدم يروح ويجي. وهذه من الافكار اللي، وبعدين التدليك ترى مو هو مجال واحد، في التدليك ريفليكس وفي مدش بعد في الثاني وفي بعض الناس ما يظن لانها صداعه من عروق متسكره وبالتدليك تنفد هالشرايين وهالاورده، وكثير من الناس. لكن احنا نقول لانها ثقافه مغفول عنها، وفي الصين وفي تايلاند يعالجون اشياء، يمكن بعض الناس يقول عنده والله في الركب خشونه، واحيانا تشعر عضله بس ولا ابو سعيد عنده، وهي بيني وبين بعض الناس وقفه او لان هذا
يجب أن يكون برأي طبيب فعلاً، رأي طبيب رح أسأل قل وش رأيك يا دكتور فلان، هل أروح أسوي مساج ولا تدليك ولا ما ينفع فيني؟ بيقول لك هو. كثير من الأطباء أحياناً يمكن يقول لك لا ما يحتاج أنت عملية ولا يحتاج تدليك. جزاك الله خير، جزاك الله خير أبو محمد على المعلومات. طبعاً محمد ما شاء الله له مؤلفات كتب كثير، الله يبارك فيه وتعبه.